وهادو هما اللي خايبين. هاد البؤره الصناعيه هما اللي تيكونوا واعرين شويه وكيشكلوا الخطر على الناس، حيت هما فيهم الناس الاكتظاظ ديال الناس والخدمه والعمال وداك الشيء، ومخلوعين وكم طبيعه الحال هاد الشيء، كل شيء كيخلع هاد الشيء، ماشي غير مخلوعين بصح بالفعل كيخلع. وهذا الشيء اللي كاين، والناس الله يهديهم كما قلتي يعاوب هاد الشيء هذا بهذا المرض هذا، لانه كاين ماشي ما كاينش، الناس خصهم يديروا الكمامه ديالهم ويلتزموا القواعد ديال سميتو. العاملين والعاملات اللي كاينين عندنا بما فيهم الاداريين كيبلغ 250 شخص، اللي درنا لهم التحليلات كاملين. هاد الناس هادو استفدوا من التحليلات هنايا. كانت واحد السيده اللي هي كانت عامله معنا خدمات السبت الماضي، دونك مشات للمستشفى كتشكو من بعض الاعراض ديال الحراره، فمن بعد التحليلات المخبريه فهي تاكد انها مصابه بفيروس كوفيد 19. من بعد كانت واحد تعاون مع السلطات، فقمنا بواحد تحاليل مخبريه المحطه كاملها، يعني محطه التلفيف، واكتشفنا ان كاينين عندنا بعض الحالات. الشركه ديالنا عندها مجموعه ديال الضوابط اللي كتجعلنا اننا كنراقبوا العمال ديالنا، كنراقبوا لهم درجه الحراره، كنراقبوهم يعني فيزيكمون، كاين الطبيب ديال المؤسسه اللي كيراقب، ولكن للاسف اننا ما شفناش ولو اعراض عند هاد الناس. هادو ما كانوش عندهم اعراض، لا من حيث درجه الحراره، ما كانتش عندهم درجه الحراره مرتفعه، ما كانش عندهم اعراض مثلا ديال الكحه الى غير ذلك. فهذا هو الاشكال اللي كان عندنا حنا، لذلك فاحنا ما اكتشفناش هاد الحالات هادو رغم الاجراءات الاحترازيه اللي كدير الشركه ديالنا. البارح يعني في اطار العمل المشترك مع السلطات المحليه ومع المندوبيه ديال الصحه، فقمنا بجرد جميع المصابين داخل المحطه، من بعد قمنا بالعزل ديالهم، من بعد قمنا الاجراءات ديال الترحيل ديالهم. الناس اللي ممكن تعالج في البيوت ديالها فمشيت للبيوت ديالها مع احترام الشروط اللي حطت المندوبيه ديال الصحه. الناس اللي مشاو للمستشفى فهم مشاو، والناس اللي كانوا سلبيين يعني ما عندهمش اعراض ديال المرض وما مصابينش بالمرض فهم التحقوا بالبيوت ديالهم. العمل ديال لجنه اليقظه فزارتنا ما يزيد على 4 مرات، والحمد لله فالملاحظات اللي كانت عندها بعد ما عينات المؤسسه ديالنا هي كانت ملاحظات بسيطه، بحكم الاحترازات، حجم الاحترازات اللي كنا كنديروا، بحكم العمل اللي قمنا به فيما يخص حمايه العاملات والعمال ديالنا. كذلك نقطه مهمه، فكنشكر السيد العامل والسلطات المحليه على المجهودات اللي دارت. حنا قمنا البارح كنا خدامين الليل كامل باش ان الناس يعني نحميو الناس ديالنا ونوفروا لهم الظروف اللي ممكن يتعالجوا فيها. الشركه يعني في اطار الاجتماع اللي دارت لجنه الصحه والسلامه اليوم، فقمنا يعني بوقف الانتاج داخل المحطه. بالنسبه للناس اللي كاينين معنا كاجراءات احترازيه فاعطيناهم 15 يوم، دونك 15 يوم ما غاديش يكون العمل داخل المحطه. احنا في اطار وفي صدد دراسه بعض الامور اللي من شانها ان يعني ما نوقفوش يعني الصادرات ديالنا نحو الاتحاد الاوروبي، خصوصا اننا عندنا عقود برمناها مع مجموعه من الشركات المورده من الاتحاد الاوروبي. مساله احنا لسنا بالاستثناء، فمساله كوفيد 19 فهو يعني مرض عالمي اللي كيصيب اي واحد، يمكن يصيب اي شركه في اي دوله. فالموردين ديالنا فاحنا في صدد ارسال مجموعه من الرسائل باش نوضحوا لهم يعني نحاولوا نوضحوا لهم الصوره اللي كاينه حاليا، وان شاء الله انا كنظن انهم غادي يتفهموا، حيتاش مساله يعني فوق الاستطاعه ديالنا، واكيد اكيد غادي يتفهموها.